أنتم الأقرب، ما آخر تطورات ميناء الفاو الكبير؟ أهلا وسهلا بك وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة. ميناء الفاو الكبير يعني يشهد تسارع في مختلف المراحل التنفيذية، وهذا شيء ملحوظ نتيجة مراقبتنا وتغطياتنا الصحفية المستمرة يعني لميناء الفاو لأهميته الاستراتيجية للعراق نعم كله وليس للبصرة يعني فقط. يعني كل سنة نشهد اكو نسب انجاز، يعني في بداية كان هناك تباطؤ في نسب الانجاز عفوا للمشاريع الميناء الفاو الخمسة، لان كان هو عبارة عن تأسيس للبنى التحتية. لكن هذه السنة كانت يعني سنة لتحقيق نسب انجاز عالية في ميناء الفاو في جميع يعني مشاريع الخمسة الرئيسية، جميعها تقريبا نسب الانجاز تتفاوت ما بين 50 الى 56% نسبه انجاز في المشروع، ابتداء من يعني الطريق الرابط والنفق المضبوط الى القناه الفلاحيه الى ساحه الحاويات الكبيره، مختلف مشاريع البناء. لذلك ما نلاحظ ان هناك تسارع نسب الانجاز يتم حصاد ثمارها في عام 2024 اللي اعبر عليها اليوم نعم يعني السيد مدير الشركه العامه لموانئ العراق دكتور فرحان الفردوسي، قال انه عام 2024 راح يكون عام الفينشينج، عام الانهاء لمشاريع هل هذا ينسحب على الإدارة، إدارة ميناء الفاو الكبير، خاصة أنه تم التعاقد مع شركات عالمية كبرى؟ بالتاكيد. يعني احنا مع جمل الاحترام وال يعني الشكر للجهود اللي قاموا بها المدراء السابقين، لكن بصمات الاداره الحاليه كل حيادهم المهنيه هي واضحه، دائما الانجاز هو من يعرف الشخص، الانجازات اللي تم تحقيقها في فتره الدكتور فرحان الفردوسي وادارته لشركه نعم الموانئ وبالاخص في ميناء الفاو الكبير هي انجازات حقيقه استثنائيه جدا في البدء. إذا تمت تشهد تقدم المفاوضات مع يعني الشركات العالمية لإدارة الميناء أستاذ حيدر؟ لا يعني للامانه لحد الان لم تعلن الشركه العامه لموانئ العراق انها تتفاوض او على طاوله التفاوض مع نعم. الشركات ولم تعلن اي اسم، لكن اليوم كان هناك تصريح مهم جدا للدكتور فرحان في مؤتمره اللي حضرته الفلوجه وبقيه المؤسسات الاعلاميه، التصريح مالته قال لدينا اراده قويه والمشغل او الجهه التي ستشغل ميناء الفاو الكبير سيكون اختيارها نتيجة رؤية اقتصادية وليس قرار سياسي، وهاي الرسالة مهمة جدا. كل المشاريع الاقتصادية المهمة عادة ما تتدخل العلاقات السياسية أو الحسابات السياسية فيها، لكن من تصريح الدكتور فرحان الفردوسي هناك توجه من الحكومة العراقية من وزارة النقل أن يكون الشركة شغله لبناء الفاو الكبير معتمدة على معايير اقتصادية بحتة وليست على رؤى سياسية أو على تأثيرات سياسية وقرار. من البصرة الكاتب والصحفي الأستاذ حيدر السعد، شكرا جزيلا لكم لانضمامكم إلينا.